بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن موضوع بسيط جدا عن العناية بالأم الحامل والطفل الرضيع. طبعا يعتبر الحمل مرحلة مهمة من حياة المرأة، وتحتاج هذه الفترة إلى رعاية خاصة من قبل طبيب متخصص. طبعا يجب على الحامل أن تعرض نفسها على أخصائي الأسنان وأن تستمر بمراجعته لفترات منتظمة إلى نهاية الوضع، وطبعا تستشير طبيبها بخصوص تناول الفيتامينات والفلوريد وبعض أنواع المعادن، يعني كي يعني تعوض على المواد التي تخسرها. وهذه بعض الهمسات الموجودة في هذا الموضوع، وإن شاء الله راح نكمله في درس قادم.